حاليا طبعا احنا في موسم الصيف وفي عز الحر، وبعد الدراسه اللي حقول لكم هي هذه حيزعجكم الحر اكثر واكثر. ففي دراسه اجرتها كليه بيلور للطب في هيوستن توصلت انه درجات الحراره المرتفعه بتخلي الشخص سريع الانفعال وبتثير مشاعر الغضب والعدوانيه وعدم الراحه والاجهاد، لانه بتاثر على السيروتونين وهو الناقل العصبي اللي بينظم النوم والحاله المزاجيه والسلوك. مو بس كده، الامراض العقليه والنفسيه اللي بيعاني منها الانسان تزداد سوء مع الحر كمان. احنا معانا من الرياض ابراهيم الخضر، استشاري الطب النفسي. اهلا فيك معانا. يعني الحر لا يعني لا يطاق وصعب وكل الكلام ده كله، بس انه كمان عقدنا ومشاكلنا النفسيه وصحتنا العقليه تسوء بزياده كمان بسبب الحر، هذه كارثه يعني. نعم، اول شيء مساء الخير لك استاذه. هلا. والساده المشاهدين، الحقيقه نعم، التقرير اللي قال بالاشياء هذه هو تقرير حقيقي، وتاثير الجو يعني على الانسان منذ زمان بعيد كان من الاشخاص اللي تكلموا عن تاثير المناخ اللي هو الماء والهواء على الانسان، هو ابن خلدون في كتابه الشهير مقدمه ابن خلدون. اي في دراسات كثيرة يعني أنه تأثير الجو وتأثير المكان على الإنسان وتغيير الطقس مهم جدا. يعني فعلا ابن خلدون تكلم عن أنه تأثير الجو الحار على الإنسان يخليه كسول، يخليه لا يستطيع لإنجاز الأشياء، يخليه سريع الانفعال، يخليه عصبي. وهذا كلام قديم يعني، فلكنه ايه فعلا حديث. الأفكار هذه والأشياء اللي طرحها ابن خلدون أيضا أيدتها الدراسات الحديثة ايه فعلا. يعني تعرف انا ممكن بشوف الناس ايوه صح بيعصبوا مثلا بزياده اكثر، الواحد يكون ضايق خلقه كمان، بس اللي لفتني في الموضوع موضوع انه لما يقول انه صحتنا العقليه وانه مشاكلنا يعني النفسيه او امراضنا النفسيه بتزيد اكثر، ممكن لدي الدرجه فعلا يعني يصير الموضوع؟ نعم، كلام صحيح. يعني انا خلال عملي فعلا لاحظت انه في فتره فصل الصيف، وقت الاجازات، الاضطرابات النفسيه فعلا تسوء، واللي عنده حاله يعني مثل اكتئاب او عنده قلق او توتر، او حتى المرضى الذهانيين مثل الفصام او اضطراب ايوه الثاني ثنائي القطب، في الصيف تسوء لحالاتهم، وحتى احيانا تعيق الاهل انهم مثلا يسافروا لان احد ابنائهم مثلا حالته النفسيه زادت سوء، كان مثلا مستقر لفتره معينه وبعدين في الصيف جاء الحر فحالته النفسيه فعلا ساءت. ففعلا كلام صحيح الكلام انه الحاله النفسيه والامراض النفسيه طب مع الحر اي والصيف. حضرتك بتقول يعني هذا الكلام صحيح، ممكن انا افكر فيها اقول اه طيب هذا منطقي عشان كده معظم الناس بتاخذ اجازاتها في الصيف، بس انت بتقول حتى انه خلال الاجازه بيزيد ممكن اكتئاب الشخص والكلام هذا كله، طب ايش نسوي يعني؟ والله هو فعلا شو نسوي، لكن المهم في الموضوع لا هذا ما لا انه لو حضرتك استشاري الطب النفسي تقول لي ايش فعلا ايش نسوي، لا انا كده اقلق، انا ابغى انا اقول الحلول لك منك. فعلا شو نسوي ايش نسويه. مثلا انه قبل بدا موسم الصيف مثلا ايه يكون الشخص يعني ملتزم بعلاجه بشكل جيد، لان اغلب ايه المرضى يتركوا علاجاتهم ويغيروا اشياء كثيره في الصيف نتيجه الحر. فالشيء اللي المفروض يسويه المرضى او اهلهم، بالذات الاهل اللي المرضى عندهم اضطرابات ذهنيه، ايوه انهم الاهل يحافظوا على علاج الابناء او علاج الاقارب، او الابناء يحافظوا على علاجات ابائهم وامهاتهم، لانه ايوه فعلا بس هذه للحالات مزعج. الواضحة، انا بسألك كمان عن الحالات الاخرى يعني المرضى المستترين اللي هم يعني كلنا. نعم، المرضى مستر كلنا. نعم، تفضلي. اي يعني احنا ايش نسوي يعني؟ يعني انا يعني احب انه مثلا يعني يتغير الجو للبرد، بس ايش اسوي؟ كيف اسيطر؟ وفعلا يعني خلقي بيضيق وفعلا بعصب، يعني الصيف مو فصلي ابدا. انا حاسه كاني بدات يعني جلسه نفسيه معك، بس انه يعني انه انا لسان صوت الناس يعني. كما تفضلت يا استاذه، فعلا الناس اللي ما هم مرضى حقيقيين، يعني ما هم مرضى يتناولوا علاج، لهم مشخصين كمرضى نفسيين، في الصيف تصير حالاتهم ايضا تصير تزداد، يعني التوتر يزيد، القلق. في احيانا يعني يضطر الانسان الى مراجعه طبيب او مراجعه اخصائي للعلاج، لانه فعلا فصل الصيف قد يكون يسبب بعض المشاكل الحقيقيه للمرضى او الاشخاص اللي ما هم مشخصين كمرضى ولكنهم
فعلا مرضى مستترين إيه. كما تقولوا، أكثر الناس هم مرضى مرضى مستترين حقيقة. مستترين، بس تعرف عادة كانوا دايما يربطوا الشتاء مع الاكتئاب، الآن الكلام هذا بيأكد إنه العكس. اي الشتاء يعني فعلا بعض الاشخاص يربطون مثل بظهور الشمس او التعرض للشمس، لكن للاسف الصيف ايضا يعني فصل مزعج للمرضى النفسيين وللاهل وللمرضى المستترين. يعني حتى اللي عنده اكتئاب احيانا الاكتئاب بيزيد بالصيف، مو شرط انه لازم ايضا يزيد بالصيف، لما يكون الحراره درجه الحراره عاليه ومرتفعه ايضا الاكتئاب يزيد. غريب، بعد كل الناس تسوي أفراحها غالبا في الصيف، إيش تفسيرك لدى الموضوع؟ لانه الصيف الناس ممكن يلبسوا لبس يعني خفيف، ممكن أوكي. يلبسوا لبس يعني بالنسبه أو للثقه بتكون حالتهم النفسية انضربت مرة فبيقرروا يتزوجوا. ويسووا مواسم افراح على اساس يشيلوا الاحزان والاكتئابات اللي عندهم. هذه نظرة إيجابية، نظرتك كانت إيجابية أكثر من نظرتي. طيب أشكرك جدا على وجودك معنا، كان معنا من الرياض إبراهيم الخضير استشاري الطب النفسي، شكرا لك.